كلمة شهادة معتمدة التنمية الذاتية أصلا كانت قبل. ليش تنمية؟ ما يتطلبش اعتماد، وهذا من صدق عم يديروا بعض أصحاب الأقاليم يقول لك شهادة المدرب المدربين معتمدة، شهادة المهارة الفورية، طيب مدرب مستشار أستاذ شهادة معتمدة، لما يجيك الاعتماد لأنه من كلمة أنه معتمدة، هو لازم المؤسسة تعرف المعتمدة، والمؤسسة هذه اللي حددها أكاديمية أو مدرسة، شو اللي بعد الاعتماد؟ وزارة التعليم العالي، وزارة التكوين، وزارة الصناعة. وبالتالي خطأ خطأ أن نقول شهادة معتمدة. الأصل أن الأكاديمية تمنح مهارة من الشهادة. التنمية الذاتية هو تنمية مهارات حياتية. الدور الأساسي بتاع الأكاديمية أنه ما تمنحش الشهادة، تمنح المهارة لحتى لأصحاب الشهادة.